بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله هي تكملة لما تبقى من النوع الثالث من دائرة تيار متناوب، تحتوي فقط على متسع ذات سعصف. اليوم راح تأخذ الأنشطة والقدر. نجي إلى نشاط رقم واحد الخاص، نشاط واحد خاص بدائرة تيار متناوب تحتوي فقط على متسع ذات سعصف. النشاط يوضح تغير تردد الفولتية بمقدار أرادة السعوية أو أرادة السعة. يعني رحنا نثبت بتجربة كيف تتغير أرادة السعة بتغير تردد شنو الفولتية. أكيد إحنا نحتاج بالنشاط إلى الأدوات. الأدوات المستخدمة وعدنا العمل والاستنتاج. طبعاً أنت الأدوات تستنتجها من الرسم، يعني رسم الدائرة الكهربائية مطلوب من عندك. تستنتج الأدوات من الرسم. أنا راح أرسم وأستنتج الأدوات من عندها حتى يكون حفظك للمعلومة بشكل صحيح. نجي إلى أول شيء. طالما أتعامل مع أرادة سعوية إذا لازم شعدنا عندنا متسعة، متسعة اللي نرمز لها برمز شنو سي، وهاي المتسعة تربط إلى فولت ميتر وإلى جهاز أميتر. الفولت ميتر يقيس فرق الجهد والأميتر يقيس التيار الكهربائي، وبعد ذلك نربط الدائرة الكهربائية إلى مصدر للفولتية المتناوبة يمكن تغيير تردده، أي مذبذب كهربائي، يعني يمكن تغيير تردد مالته. ومن ثم لازم عندنا مفتاح on off وكذلك أسلاك توصيل. لاحظوا قدرت أستنتج الأدوات التجربة. مين أدوات التجربة أستنتجها؟ من الرسم مالتي واللي هو لازم ترسمه مطلوب من عندك. هنا عندنا متسعة، أميتر، فولت ميتر، مفتاح on off مفتاح كهربائي ومذبذب كهربائي، طبعا وعدي أسلاك شنو توصيل. إذن الأدوات واحد متسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين، أكيد احنا قاعد نتعامل مع دراستنا غير مشحونة. اثنين أميتر، فولت ميتر، ثلاثة أسلاك توصيل، أربعة مذبذب كهربائي يمكن تغيير تردده، وكذلك عندي لازم أسلاك أو عندنا أسلاك توصيل، لازم عندنا مثل مفتاح كهربائي يستخدم كحالة on off غلق وفتح شنو الدائرة الكهربائية. هاي الأدوات اللي موجودة عندنا راح نستخدمها في هذا الاكتيفيتي في هذا النشاط. نجي إلى العمل. العمل واحد، العمل نربط الدائرة كما في الشكل، نربط الدائرة كما في الشكل. إذن مطلوب من عندك رسم الدائرة الكهربائية. يعني تقول نربط الدائرة كما في الشكل، أنت واجب عليك أن شنو ترسم هذه الدائرة الكهربائية، حيث يربط كل من، لاحظوا وياي، المتسعة والأميتر والمفتاح والمذبذب على التوالي، ويربط الفولتميتر على التوازي مع المتسعة. هيا حالة الأولى، شلون نربط الدائرة؟ نربط كل من المتسعة والأميتر والمفتاح والمذبذب على التوالي، ونربط الفولتميتر على التوازي مع المتسعة. أجي الحالة الثانية، بعد ذلك شو نسوي؟ نغلق الدائرة. يعني شو معنات نغلق الدائرة؟ نغلق المفتاح ونعمل على زيادة تردد الفولتية، يعني نعمل على زيادة تردد في الدائرة. ليش احنا ليش قاعد نستخدم نموذج كهربائي؟
الغرض من استخدام المذبذب الكهربائي هو يمكن تغيير تردد الدائرة. نغلق الدائرة ونعمل على زيادة تردد الفولتية. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ حصول زيادة في قراءة شنو؟ الأميتر. يوم نجي نغير أو نعمل على زيادة تردد الفولتية، تردد المصدر هذا المذبذب، نلاحظ أن قراءة الأميتر شو راح يصير بها؟ تزداد. شنو معنى هذا الكلام؟ معناته ازدياد التيار الكهربائي في الدائرة بزيادة ماذا؟ تردد الفولتية. يوم زيدنا التردد شو ازداد عندنا؟ التيار. نجي إلى الاستنتاج. الاستنتاج يعني شنو اللي استنتجته من هذه التجربة؟ الاستنتاج يكون بالشكل التالي: إن زيادة التردد أدى إلى نقصان الرادة السعوية. انتبه هنا. يوم زيدنا التردد إيش نقصت عندكم؟ نقصت عندنا الرادة السعوية. ليش؟ لأن التناسب بينهما عكسي، يعني الرادة السعوية تتناسب عكسي مع الفريكوانسي. وإذا قلت الرادة السعوية ايش راح يصير بالتيار؟ وبالتالي ازداد التيار وين؟ في الدائرة. ازداد التيار الكهربائي. لماذا؟ لأن التيار يتناسب عكسيا مع الرادة شنو؟ السعوية. لاحظ أن الرادة السعوية تتناسب عكسي مع الآي سي. إذن لازم تفهم الأمر التالي: أن زيادة التردد بعد ما أغلقت الدائرة أدى إلى زيادة التيار المنساب في الدائرة. ازدياد التيار المنساب إنما جاء بازدياد تردد المصدر، تردد الفولتية. ليش؟ لأن زيادة التردد أدى إلى نقصان ماذا؟ أرادة السعوية. لأن التناسب بين أرادة السعوية والتردد تناسب شنو؟ عكسيا. يوم ازداد الأف قلت الأرادة السعوية، أي قلت الممانعة بالدائرة، بالنتيجة ازداد التيار. هذا اللي حصلناه من هذا شنو؟ النشاط. بعد ذلك عندنا مخطط بياني، وهذا المخطط البياني طبعا مهم. المخطط البياني لازم تذكره بالاستنتاج. المخطط البياني يتعامل مع عنصرين، مع الفريكوانسي والرادة السعوية. ما هو وجه التناسب بين التردد والرادة السعوية؟ مثل ما موجود هنا أن وجه التناسب هو شنو؟ تناسبا عكسيا، أي راح يكون عندك الكيرف بهذه الشكل. شنو معنى هذا؟ معناته أن الأكس سي تتناسب مع الأف شوكت بثبوت السعة. بثبوت شنو؟ سعة المتسعة. لذلك نقول متسعة، ممكن أقول متسعة ذات سعة شنو؟ ثابتة. ليش؟ لأن يوم نثبت العنصر، يوم يتغيرون عنصرين لازم يثبت العنصر الثالث. أنت قاعد تتعامل مع رادة سعوية وتردد وسعة متسعة. الذي يتغير في هذا النشاط هو التردد وشنو؟ أرادة السعوية. إذن من الثابت؟ سعة المتسعة. هذا النشاط اللي قدرنا نحصل من خلاله أو يوضح لنا كيف يتغير تردد الفولتية بمقدار شنو؟ أرادة السعوية. أجي إلى النشاط الثاني اللي هو راح يوضح لنا هذا النشاط، نشاط رقم 2 راح يوضح لي تغير. طبعا ده راح تعوف نفسها. نشاط يوضح تغير سعة المتسعة بمقدار أرادة السعوية. نشاط اعتبر شنو؟ 2. نشاط 2 خاص بالمتسعة. نشاط يوضح تغير مقدار
سعة المتسعة بمقدار ماذا؟ أو تغير أو تغير سعة أفضل هكذا تغير سعة المتسعة بمقدار إرادة السعوية. يعني كيف تتغير إرادة السعوية إذا غيرت شنو؟ سعة المتسعة. نفس الشيء أنت تستنتج الأدوات من الرسم، لازم عندنا متسعة أميتر مفتاح فولت ميتر، لكن هنا ما عندنا مذبذب كهربائي وإنما راح يكون مصدر للفولتية المتناوبة تردده شبيه كونستانت ثابت. ليش؟ لأن راح نثبت التردد شنو نغير سعة شنو المتسعة. لذلك بدل ما المذبذب الكهربائي شنكتب مصدر للفولتية المتناوبة تردده ثابت، مصدر للفولتية المتناوبة تردده شنو ثابت. لاحظ نفس الأدوات بس تغيير بسيط، أضيف عنوان. كيف يمكن تغيير سعة المتسعة؟ يعني شلون أقدر أو أي طريقة أقدر أغير سعة المتسعة؟ نزيد من سعة المتسعة وذلك بإدخال شنو مادة عازلة كهربائيا. إذا راح تضيف عنوان مادة ضمن الأدوات عازلة كهربائيا ثابت عزلها شنو كي. ما الغرض من وجود هذه المادة العازلة ضمن الأدوات؟ ما هاي التجربة؟ أنت تعرف بالفصل الأول متسعات أن إدخال مادة عازلة بين صفيحتين متسعة يؤدي إلى زيادة ماذا؟ سعة المتسعة. إذا نتغير شنو المقدار مالتها. هذا الأدوات الموجودة. نجي إلى العمل الخاصة. طبعا هذا نشاط رقم شنو 2 العمل والأنشطة اللي مهمة. انتبه عندك نشاطين على المحث ونشاطين على المتسعة. اجي الى العمل او خطوات العمل. اولا نربط الدائرة كما في الشكل، لاحظ نفس العناوين، نربط الدائرة كما في الشكل. شلون نربطها؟ حيث اعطي عنوان نربط المتسعة والأميتر والمفتاح ومصدر الفولتية على من؟ على التوالي. ونربط الفولتميتر على التوازي، نربط الفولتميتر على التوازي مع سعة المتسع. الغرض من وجود الفولتميتر سواء كان بالنشاط الأول أو بالنشاط الثاني هو عندما غير التردد أو نغير سعة المتسعة نتابع قراءة الفولتميتر أن تبقى شنو ثابتة. يعني الفولتية بين الصفحتين المتسعة أو طرفي المتسعة صفحتين متسعة أن تبقى ثابتة. شلون أتابعها؟ بالأكيد لازم عندي جهاز شنو فولت ميتر. في كل التجربتين سواء كان نشاط يوضح تغيير تردد أو سعة متسعة أنت لازم الفولتية تبقى شنو ثابتة. العمل نربط الدائرة كما في الشكل، حيث يربط كل من سعة المتسعة الأميتر المفتاح والمصدر الفولتية المتناوب إلى شنو إلى على التوالي، ونربط الفولتميتر مع المتسعة على التوازي. 2 لازم نغلق الدائرة. نغلق الدائرة نرى حصير اختلاف على النشاط الأول. نغلق الدائرة ونسجل قراءة الأميتر. يوم راح تغلق الدائرة أسجل قراءة الأميتر، يعني القراءة الأولية. أكيد يوم راح تغلق الدائرة راح التيار يصير في الدائرة، راح يكون هناك مقدار للتيار. أجي أسجل القراءة الأولية للأميتر. 3 حتى نسوي مقارنة بين القراءة الأولى والقراءة الثانية. 3 ماذا نعمل؟ نزيد من سعة المتسعة وذلك شو نسوي؟ بإدخال مادة عازلة كهربائياً تدريجيا بين صفيحتيها. شو احنا نسوي؟ ندخل المادة العازلة بين صفيحتين المتسعة. بالنتيجة شو راح يصير عندنا؟ تدريجيا راح يزداد مقدار سعة المتسعة. مثل ما قلت لك الفصل الأول ان ادخال مادة عازلة بين صفيحتين متسعة يؤدي الى زيادة ماذا؟ طبعا متسعة المشحونة.
يؤدي إلى زيادة سعتها. نايم خلينا مادة عازلة ازدادت سعتها، لكن لازم ألاحظ قراءة الفولتميتر مع الحفاظ هكذا، مع الحفاظ على الفولتية ثابتة المقدار. لازم الفولتية على طرفي المتسعة، صفيحتين المتسعة، شو تكون ثابتة المقدار. ماذا نلاحظ؟ يعني شو رحنا نستنتج؟ نلاحظ حصول زيادة في قراءة شنو؟ في قراءة الأميتر. إذن زيادة سعة المتسعة ماذا أدى في هذه الدائرة الكهربائية؟ أدى إلى زيادة التيار المنساب وين؟ في الدائرة. يعني بين قوسين ازداد مقدار التيار المنساب في الدائرة. ما سبب؟ بسبب زيادة سعة المتسعة، طبعا بثبوت التردد فريكوينسي. نجي إلى الاستنتاج. شنو اللي استنتجناه من هاي التجربة؟ الاستنتاج أنا بهاي التجربة من المتغير طبعا سعة المتسعة، ومن الثابت التردد، إن زيادة سعة المتسعة أدى إلى زيادة التيار المنساب وين؟ في الدائرة. وذلك ليش؟ لنقصان رادة السعوية، حيث أن رادة السعوية تتناسب تناسبا عكسيا مع سعة ماذا؟ المتسعة. عندما ازدادت سعة المتسعة صار الرادة السعوية قلت، ويمتقل أكيد التيار شو راح يصير به؟ التيار راح شنو؟ يزداد، لأن التناسب بين رادة السعوية والتيار تناسبا شنو؟ عكسيا. نجي إلى المخطط البياني، وقلت لكم أعزائي الطلبة المخطط البياني مهم جدا أن يذكر وين؟ في الاستنتاج. المخطط البياني احنا نتعامل مع عنوانين، رادة سعوية وسعة متسعة. ما هو وجه التناسب بين رادة السعوية وسعة المتسعة؟ إن وجه التناسب بين رادة السعوية والسعة هو تناسبا عكسيا. هذا الكيرف يمثل ماذا؟ يمثل وجه التناسب العكسي. أما إذا كان ميل خط مستقيم فيمثل التناسب ماذا؟ الطردي، كما في المحث. نا الأكس سي تتناسب عكسي مع سعة المتسعة، طبعا بثبوت ماذا؟ بثبوت التردد. هذول الاستنتاجين أو استنتجناهم أو الأنشطة الثنين إنما جاء نتيجة ماذا؟ نتيجة العوامل التي تعتمد عليها رادة السعوية. وإحنا قلنا إن رادة السعوية الأكس سي مرة تتناسب مع الفريكوينسي، ومرة تتناسب وياما مع سعة المتسعة. وفي كلا الحالتين رادة السعوية تتناسب عكسيا مع التردد، وكذلك تتناسب عكسيا مع سعة ماذا؟ المتسعة. وأن زيادة التردد أو زيادة سعة المتسعة يؤدي إلى نقصان هذه الرادة، هذه الممانعة، هذه المعاكسة، وبالتالي يزداد التيار في الدائرة. هذا أعزائي الطلبة طبعا الأنشطة الخاصة بالمتسعة، نشاط واحد ونشاط شنو؟ رقم اثنين. نجي إلى الموضوع الآخر، القدرة في دائرة تيار متناوب الحمل فيها فقط متسعة ذات سعة صرف. العنوان القدرة في دائرة تيار متناوب تحتوي فقط
على متسعة ذات سعة صرف. تتذكر عزيزي الطالب قلنا إن المحث عندما يكون صرف فإنه لا يستهلك قدرة. لماذا المحث عندما يكون صرف لا يستهلك قدرة؟ أكو عدة أجوبة. أحد الأجوبة أو الأجوبة نذكرها كلها إن القدرة المتوسطة لدورة كامل أو عدد صحيح من الدورات شو يساوي لنا صفر. ليش القدرة المتوسطة يساوي لنا صفر؟ لأن منحنى القدرة في المحث يحتوي على أجزاء موجبة وأجزاء ماذا؟ سالبة متساوية، فبالنتيجة أحدهم مش راح يلغي الآخر. كذلك ما ينطبق على المحث ينطبق على المتسعة الصرف في ذات تيار متناوب، أي أن المتسعة ذات سعة صرف لا تستهلك قدرة، فهي لا تخضع لقانون ماذا؟ جول. كل عنصر يخضع لقانون جول معناته يستهلك قدرة، يبدد قدرة كالمقاومة. أما المتسعة الصرف فإنها لا تخضع لقانون جول. لماذا المتسعة الصرف لا تخضع لقانون جول؟ يعني لا تستهلك قدرة، لأنها ليست مقاومة أومية. بالنتيجة الذي يستهلك هو فقط ضمن عنوان مقاومة أومية. يمنيجي نرسم مخطط بسيط إلى منحني القدرة في دائرة تيار متناوب تحتوي فقط على متسعة ذات شنو؟ سعة صرف. احنا نعرف ان الفولتية في سي يساوينا في ام ساين اوميجا دي، والاي سي التيار عبر المتسعة يساوينا اي ام ساين اوميجا تي زائد باي على 2. يعني هنا صار عندك شنو؟ اكو فرق بالطور، ان التيار يتقدم على الفولتية. ليش التيار يتقدم على الفولتية؟ لأن المتسعة الصرف تبدي ممانعة ضد نمو الفولتية، فمن المتأخر؟ أكيد راح تتأخر الفولتية ويزداد عندك شنو؟ أو يتقدم التيار. يعني أجي أرسم منحني القدرة الآنية في دائرة التيار متناوب تحتوي فقط على متسعة ذات سعة صرف. طبعا المنحني يحتوي على أجزاء موجبة وأجزاء ماذا؟ سالبة. بهالشكل هذا نسميه الجزء الموجب، وهذا أرمز له بالجزء ماذا؟ السالب. طبعا حسب عنوان أنت عندك يعني الفولتية التيار متقدم بهالشكل، وعندك الفولتية شبيهة متأخرة، راح يصير عندي أجزاء موجبة وأجزاء شنو؟ سالبة. هنا عندي سؤالين. السؤال الأول وهو سؤال منهجي وزاري، ما الذي تمثله كل من الأجزاء الموجبة والأجزاء السالبة في دائرة تيار متناوب الحمل فيها فقط متسعة ذات سعة صرف؟ ما الذي تمثلكم أجزاء موجبة في دائرة تيار متناوب المنتابع في منحنى القدرة، منحنى القدرة الآنية. أجي هنا الأجزاء الموجبة تمثل القدرة المختزنة في المجال الكهربائي بين صفيحتين متسعة، هاي أجزاء شنو؟ الموجبة. بالنتيجة التيار متقدم على الفولتية، طبعا قلنا بسبب ظهور ممانعة أو معاكسة تبديها المتسعة علما ضد نمو الفولتية أي تغير الفولتية، لذلك صار عندي هذا الشكل، هاي التيار وهذه الفولتية، وأن القدرة تساوي التيار في فرق الجهد. بالنتيجة فإن هذا مخطط القدرة أو منحنى القدرة يحتوي على أجزاء موجبة وأجزاء ماذا؟ سالبة، مثل ما قلت سابقا. إذن أرجع للسؤال أعيده شوية بصيغة أخرى، ما الذي تمثله الأجزاء الموجبة في منحنى القدرة في دائرة التيار المتناوب تحتوي على متسعة ذات سعة صرف؟ الأجزاء الموجبة تمثل القدرة المختزنة في المجال الكهربائي، هاي وين؟ في الربع الأول طبعا، عندما تنتقل القدرة من المصدر إلى المتسعة.
بالنتيجة تمثل عملية شحن المتسعة، ثم تعرض هذه القدرة وين بأكملها إلى المصدر، بعدين راح تنشحن المتسعة بقطبية معاكسة، ها، وكذلك تعود بالربع الذي يليه تعود إلى شنو؟ المصدر. إذن الأجزاء الموجبة تمثل القدرة المختزنة في المجال الكهربائي، وهذا يمثل عملية شحن المتسعة. أما الأجزاء السالبة فتمثل القدرة المعادة بأكملها بأجمعها علماً إلى المصدر، يعني عملية تفريغ المتسع. هذا ما يخص ما الذي تمثله، وهذا الجواب النموذج إليه. أجي إلى السؤال الآخر المهم اللي هو علل، سؤال علل. طبعاً عندك هنا التايم وهي القدرة الباور. علل ما سبب وجود أجزاء موجبة وأجزاء سالبة في منحني القدرة في دائرة تيار متناوب تحتوي فقط على متسعة ذات سعة صفر؟ مرة قلنا ماذا يعني ذلك؟ يعني ما الذي تمثله؟ ومرة يقول ما سبب؟ دير بالك أنت لازم تفارق بين العنوانين. إن سبب وجود أجزاء موجبة وأجزاء سالبة حسب هذا السؤال في منحنى القدرة الآنية في دائرة التيار متناوب تحته على متسع صف هو نتيجة لتقدم، يعني هذا الجواب جوابنا خل أجاوبه، بسبب تقدم متجه الطور للتيار على متجه الطور المن للفولطية بزاوية فرق طور مقدارها شقد؟ باي على 2. عزيز الطالب كذلك في المحاث، في المحاث أيضا عنده منحنى القدرة يحتوي على أجزاء موجبة وأجزاء سالبة. لماذا؟ أكو زاوية فرق طور بين الفولطية والتيار. أما في المتسعة أيضا بما أنه وجود زاوية فرق طور بين الفولطية والتيار لذلك تظهر أجزاء موجبة وأجزاء شنو؟ سالبة متساوية. أما في المقاومة فإن منحنى القدرة هو ماذا؟ دائما موجب، أي لا يحتوي على أجزاء سالبة. لماذا؟ لأن لا توجد زاوية فرق طور بين التيار والفولتية، أي زاوية فرق الطور شو تساوي لنا؟ صفر. أجل السؤال الآخر، بما يمتاز منحنى القدرة في دائرة التيار المتناوب تحتوي على متسعة ذات سعة صفر؟ وهذا السؤال نفسه ينطبق على المحث الصف. انتبه، يمتاز منحنى القدرة في دائرة التيار المتناوب يحتوي على متسع صف أولا أنه جيبي الموجة. لاحظوا ياي هو عبارة عن شنو؟ دالة جيبية، جيبي الموجة. اثنين، يحتوي على أجزاء موجبة وأجزاء ماذا؟ وأجزاء سالبة. بعد، تردد منحني القدرة يكون ضعف من تردد الفولتية والتيار. لاحظوا ياي هاي الفولتية وهذا شنو؟ التيار. فأكيد منحنى القدرة راح يكون ضعف. ليش ضعف؟ لأن منحنى القدرة إنما جاء نتيجة ماذا؟ نتيجة وجود فولتية وتيار، فبالتأكيد راح الكيرف مالته شنو؟ يزداد، يضاعف. بعد، العنوان المهم، القدرة المتوسطة لدورة كاملة أو عدد صحيح من الدورات شو يساوي لنا؟ صفر. وهذا هو الدليل الأساس على أن المتسع الصرف لا تستهلك ماذا؟ قدرة. في حين في المقاومة إذا نسوي مثلا كمبير مقارنة، في المقاومة القدرة المتوسطة تساوي نصف القدرة العظمى. أما في المحث أو المتسعة الصرف فإن القدرة المتوسطة شو تساوي؟ تساوي صفر لدورة كاملة أو عدد صحيح منه من الدورات. ليش القدرة المتوسطة تساوي صفر؟ بسبب وجود أجزاء موجبة، لاحظوا ياي، وأجزاء شنو؟ سالبة متساوية. فبالنتيجة أحدهما شرح شنو؟ أحدهما يلغي الآخر. هذا عزيزي الطالب التكملة لما تبقى من موضوع المتسعة. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح ندخل في عالم المسائل وهو دائرة تيار متناوب متوالية ربط تحتوي على العناصر الثلاث، كأنما احنا اخذنا فقط مقاومة اربطناها المتناوب وفقط محذف وفقط متسع.
المحاضرة القادمة راح ناخذ هذه العناصر الثلاث مجتمعة ونربطها على التوالي ونرى ما هي خواص ومميزات تلك الدائرة. شكرا جزيلا لكم.